نعيش السعادة مع شيخة ونسمع قول الحبيب الجليل فراخ ونأوي إلى عشها فتطعمنا العلم زاد أصيل تضحي بوقت ثمين لنا لتشرح درسا وتعطي دليل وتبذل جهدا لتعليمنا وتصغي إلينا بصبر جميل وتصغي إلينا بصبر ومهما بحثنا هنا وهنا فلن نلقى مثل النجاح بديل فيا رب بارك لها سعيها أنلها ثوابا عظيما جزيل وبارك لها عمرها كي ترى بذورا لها أصبحت كالنخيل وتسمع توريدنا حولها طيورا ونشدو بجو عليل طيورا ونشدو بجو عليل.